تعرف مشاهدينا عن اتيكيت مواقع التواصل مع خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي الأستاذة بلسم الخليل. صباحك خير. صباحك نور. الله يخليك. صباح الخير أستاذة. أهلا وسهلا. إذا نتكلم عن الاتيكيت، نحن نعرف أن أهمية الاتيكيت بالنسبة للتعامل مع الناس وجها لوجه، أو بشكل عام أهمية الاتيكيت في مجال التواصل مع الناس. اليوم نتكلم عن أهمية الاتيكيت أو أهمية تعلم الاتيكيت عند المواصلة أو التواصل مع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً لما نقول اتيكيت يعني عم نحكي عن حسن التصرف، اللياقة بالمواقع وغير المواقع. يعني دايماً بدنا نحط التهذيب والأصول، هيدي بدها تكون يعني حاطينها أمامنا. للأسف بمواقع التواصل الاجتماعي مثل ما بتقولي في ناس موجودين وفي ناس مش عم شوفهم خلف الشاشة. سو هو اللي بيفكروا انه لانه هن خلف الشاشة ما بنعرف مين هن، وخصوصا انه بيدخلوا باسماء مستعارة انه بحق لهم يحكوا بالدنيا. هيدا ما بيجوز. دايما بدنا نتأكد عنا كلمة حلوة نقولها، ما عنا كلمة حلوة يا ريت نحتفظ فيها لنفسنا، لانه ما بيجوز اللي نكتبه يكون يسيء لأي شخص. هيدا أهم شيء. نعم. كثير مثل ما ذكرتي أستاذة أن في مجال وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الناس إحنا ما نشوفهم، يعني صعوبة التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص. لكن في أشخاص مثلا عندهم العفوية مثلا في المزاح مثلا، أو في دائما يحب مثلا النكتة، دائما يحب مثلا يدخل في بعض التفاصيل هو ما يقصد، يعني مثلا أنه يدخل في أمور خاصة. يعني مثل هؤلاء مثلا كيف نقدر نتعامل معهم بحيث ان احنا مش عارفين هوياتهم حتى اساسا، يعني لكن شوف ان هذا دم خفيف مثلا، فيمكن يكون مصدر جذب يعني مثلا للاشخاص اللي يتعاملون معه. طبعا في ناس بتحب تعلق بمزح او بغير مزح، وفي منهم بيكرروا، يعني ما بتلحق تحط بوست بيكون اول شخص يلي بيعلق عليه. هلا طالما بحدود الادب ماشي الحال، بس نحن بنقول حتى منجر اشياء غير يعني مطلوبة ما بناخده منعلق عليه. نسمع إذا كان بحدود الأدب منخلي، بس إذا طلع برات الأدب نعمل ديليت، وإلنا حق نعمل ديليت. بس المهم إنه نحنا إذا ما بدنا نفتح السجال لحالنا مفضل إنه ما نرد. يعني إذا كان على الفيسبوك نحط لايك إذا أوكي، بدون ما ناخد شكرا وكذا ويقول لي يسلموا إلى آخره. وأخذوا عطا. وأما منشوف للأسف حالة إنه بياخدوا وبيعطوا مع بعض، يعني صاحب العلاقة ما إله علاقة، بصير حد علق تاني بعلق عليه بيتخنقوا عنده. صحيح. بقى نحن ما نترك مجال لهالسجال. إذا كان ضمن الأدب أوكي، إذا غير ضمن الأدب ديليت، يتعدى منوح لا سمح الله. أيوة، ذكرتي نقطة أن ممكن لمواقع التواصل أو صفحات التواصل الاجتماعي تتحول إلى ساحة ضرابة، يعني تشوف الناس مثلا ترد بتعليق وتشوف الشخص الثاني بعد يرد بتعليق، وتستوي ضرابة هنا. يعني بدل ما يركزون على الصورة نفسها أو الفيديو نفسه يشوفون الكلام هذا. بنتكلم عن آداب الحوار وحن كيف نتعامل مع هالناس. نحن دايما بدنا نفكر كل شيء هن لو بيفكروا صراحة بهالطريقة، كل شيء بنكتبه على السوشيال ميديا هيدا شيء بيبقى. وللأسف لو يعرفوا أكثر إنه اللي بيكتبوه هو إنعكاس للشخصية الداخلية. يعني إذا كنا إيجابيين بنشوف الناس بتقول شو حلو هالكلام، وإذا كنا سلبيين أو لا سمح الله عم نستعمل كلمات خارجة عن لياقة بنقول هيدا بلا أدب. صحيح. سو إذا نحن منحب العالم تفكر فينا بهالطريقة نكتب. لكن هيدا المكان لازم يعرفه مكان للاحترام. وجد المواقع التواصل الاجتماعي وبداية مع الفيسبوك لحتى نتواصل. ليش اسمه تواصل؟ نتواصل مع بعض. نحن اليوم موجودين بالشارجة منورجي صورتنا للأقارب لإلنا بأمريكا. صحيح. حد تجوز، حد بيبي جديد، بحطوا صورة ما شاء الله منعلق على الانستغرام، في فانز بيحطوا صورتهم، في فاشن شو بنحط عرض ازياء، بنحط كلمه حلوه. لكن هيدا السجال بلا طعم للاسف. بنقول هيدا شخص يا فاضي اشغال، يا عنده فراغ. صحيح. يا هو انسان سلبي. يعني بيعطي فكره خاطئه. لان الكلمه هاي كيف تاثر، سواء كانت ايجابيه ولا سلبيه، كيف تاثر على الشخص نفسه اللي منزل الصوره واللي منزل الفيديو. صحيح. اكيد بتفكري فيه فورا انه هيدا الانسان ما بده يكون عندي لا من فانز ولا من الاكوينتنسز اللي موجودين في. نحن طبعا لنقول على
على خاصية الفيسبوك عندك المعارف والأقارب وعندك المعارف اللي هن غرب الأكوينتنسز. سو هيدا حتى أمرار منضيفهم لكن منضلنا حذرين، طلعوا برات الخط ديليت. صحيح. نعم أستاذ، اليوم يعني وسائل التواصل الاجتماعي دخلت في أسرار البيوت حتى الأمور الشخصية. للأسف كثير من العوائل يمكن يعني صار فيها خراب بيوت يعني من طبعا. جراء مثلا هذه اتكيت التعامل مش مع الأشخاص، أنت كشخص نفسك يعني شو المسموح؟ يعني اليوم الناس ما شاء الله بدأت حتى للأسف يعني غرف النوم حتى قام تصورها يعني فكيف التعامل مع هذه يعني الوسائل بطريقة أن ما تخدش حياتنا يعني بشكل عام؟ لازم يعرفوا شغلي، كل شيء نحن بنحطه له حدود. نعم. إن كنا إنسان عادي أو كنا إنسان مشهور، طبعا المشهور بحبوا يشوفوا أكل شرب إلى آخره، بس في ليمت. ودايما بنقول نحن كل ما بيطلع عن أي شيء في خدش للحياة العام. نعم. هيدا مش مسموح. صحيح. مش مقبول على السوشيال ميديا. بلس إنه نحن لما نحط بدنا نفكر، بدنا نقول هيدا الإنسان فاضي أشغال، ما ورا شيء، زهقان، أو مثل اللي بيطلع مش بس بيحط صور يعني خلينا نقول سخيفة، بحط مثلا ساعة 3 بالليل مش عم بقدر نام. طب شو استفدت إذا حطيت أنا مش عم بقدر ناس ناموا الناس نايمين؟ أيوة. شو المسج اللي عم توصلها؟ يعني ظاهر يبحث يعني في الماء العكر للأسف. exactly. للأسف إنه هني بعدين بيزعلوا إنه إجاهن ألفاظ نابية. أيوة. ألفاظ خارج الحدود. طب إذا أنتوا فتحتوا بيوتكم مشرعة وغرف النوم والمطبخ طبعا. نعم. نحن بنحب والفانس بحبوا أكل وشرب، بس بنركز على أكيد. مثلا عم نعلمهم طبخة أوكي، بس مش أنا بفستان البيت وعم صور حالي. صح. أو بلا ميك أب على الصبح. شو يعني شو الغاية إنه أنتوا تورجون إذا ما كنتي مثلا أنت إنسانة مشهورة اختصاصك ميك أب عم تعطي درس تطبيقي؟ صح. بلشنا هيك وحطينا هيك. أنت إنسانة عادية، الناس بتحب تشوفك بصورة حلوة. أيوة صحيح. طبعا طبيعية، ما عم نقول أوفر. نعم. بس إنه كمان يعني في شيء مقبول في شيء مش مقبول. ايوه ذكرتي نقطة الوقت. اليوم الناس قامت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي طول اليوم، ما عندها وقت معين، وتنزل اي صورة او فيديو حتى نص الليل او الساعة 3 مثل ما ذكرتي استاذة. اذا بنتكلم عن يعني هالاشخاص، وهل هناك وقت معين بنحن ننزل صورة او فيديو، وكيف نحن نتعامل مع الاشخاص او الاصدقاء اللي علاقتنا معهم تكون سطحية؟ نحن كل يعني بالمطلق الأداب تبعيت البوستينج بتقول أنت مثلا صباحا بتحطي بوست، ويعني إذا كنا عم نحكي عن فيسبوك أو إنستغرام، خلينا نقول نشيل الشات، فيسبوك أو إنستغرام بتحطي صباحا، وبوست another بوست إذا عندك إيفنت أو عندك شيء تاني تخبري. أيوة. بس أي كلام فيسبوك أو هيدا ما بتنكشي من 10 سنين بتحطي صورة بعد الظهر لأنه زهقانة وعبالي حط بوست. لا، عندك فاشن شو بتقولي في فاشن شو في فلاني. حدث مهم، في حدث معين، في معرض. حلو. عم تتكلمي عن شيء. لكن للأسف نحن بنشوف بنصير عم نعيش معهم وعم ناكل معهم وعم نروح معهم إلى آخره. في ليميت معينة. نحن فينا نعود الناس على نظام معين. نعم. يعني لنقول خليني أحكي عن نفسي، أنا إنسانة عاملة عندي مواعيد بالمكتب، بعمل بوست الصبح وبقول لهم نتواصل بعد الظهر بعد الدوام، عندي كلام على الاتيكيت، عندي شيء بدي شارككم فيه تكلمون فيه. حلو. وبلس تشات، نحن عنا خاصية الأونلاين وأوفلاين. نعم. إن كان بالتشات تبع يعني سناب أو كان بالفيسبوك، الخاصية اللي بنحط أونلاين أوفلاين. لما نحن نحط أونلاين عم نسمح لنفسنا الناس تاخذ وتعطي معنا. صحيح. لكن لما أوفلاين بدهم يفهموا إنه منا موجودين. موجودة. حتى لو كنا عم نطل أمرار بأي نفس النهار، يعني مشوف مين علق مين كلام أو شيء. سو أنت بتعطي الليميتس لحالك، وكل ما تعطي الليميتس صدقوني بيشتاقوا أكثر وبيحترموا أكثر وبيتعودوا على الطريقة اللي تعاملوا معها. نعم. أستاذ، إذا بنتكلم عن الجانب الإيجابي أو
بين قوسين يعني السلبي في الإيجابي. يعني ساعات مثلا عندهم بعض الأشخاص أن عنده مادة جميلة في مثلا تطوير الذات ولا في معلومات مفيدة، لكن زيادة الحد في هذه المعلومات يعني كل 5 دقائق أو 10 دقائق مادة جديدة ومادة جديدة، هل هذه مثلا سلبيات مثلا الإيجابية؟ هاي أنت عندك شغلة إيجابية لكن يا أخي أنا ما أقدر أركز معاك في هذه يعني التجديد في كل 10 دقائق فيلم سينمائي يعني. نعم بسيط. نعم. نحن لازم نخلي ماتيريال مثل ما نقول مواد نخليها على مدار الأيام. نعم. لنحكي فيها. الإيطالي بتزهق يعني، نحن إن كنا عطشات منشوف في إيطالي منصير نركض. صحيح. حتى نقفي. بالضبط. شو بعدين. بالضبط. شو النهاية. سو هن بيكونوا عم ياخذوا من الوقت اللي هن تعبوا فيه وصوروا لهم للعالم، ما في منه فايدة. ما قل ودل دايما بالأتيكات وبغير الأتيكات بينفع. اليوم أنت عندك يعني أنا اليوم بستعمل فيتامين، حتى لو أنا بالأتيكات ما خصه بستعمل فيتامين بلاقي منه نتيجة للأظافة للشعر للجلد. صحيح. بشارك بالموضوع، بحط الصورة بقول يا صبايا هيدا البرودكت كويس، مع انه لا خصني بالشركه ولا. صحيح. عم نعمل لهم ماركتينج. صحيح. لكن من ايماني انه لازم وسائل التواصل الاجتماعي تكون ايجابيه ومساعده. صحيح. نستفيد. صحيح. منها مش كلام فاضي، بنحط بنحكي بعدين بنصور صوره، اللي بده ياخذ منا صوره بيشتريها. لكن ضلنا نعمل 6 بيجز على نفس الفيتامين. نعم. كمان. أيوة. ملل يعني. صحيح. صراحة. أستاذ بلس نتكلم شوي عن الأشخاص الفوضويين أو الفضوليين اللي يسوون بس حسابات علشان يراقبون الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. أكثر من وايدين طبعاً، ويكتبون تعليقات ما لها داعي، وحتى ممكن أشوف التعليق ما يخصه في البوست اللي حاطينه أو في الصورة اللي حاطينها في مواقع التواصل. فنتكلم عنهم كيفية التعامل معهم بطريقة جميلة وصول الاتيكيت بعد. طبعا نحن بالاتيكيت نكون دبلوماسي، اذا علقوا ونحن مضطرين نجاوب بنجاوب بطريقه دبلوماسيه، مثل ما بنقول بالانجليزي وي دونت انترتين، ما بنعطي مجال للاخذ والعطاء. لكن في ناس تتخبى، ممكن تكون رجل على يعني متابع لصفحه سيده. صح. وما بنعرف اذا رجل او امراه، وبيكون مثل ستاند باي بس للكلام اللي فيه اساءه. بلوك. أيوة. ديليت للكومنت وبلوك. نحن لما نكون محترمين، لما بتكون صفحتنا نظيفة مش ما مسموح. نعم. انه يكون عندنا تعليقات. نعم. ديليت بلوك ما في اسهل. نعم. اذن يعني التوازن في الامور شيء ايجابي ومهم خاصه في وسائل التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتقدير طبعا للاستاذه بلسم الخليل خبيره الاتيكيت والبروتوكول الدولي. كل الشكر لك على حضورك وعلى هذه المعلومات القيمه، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى ونتعمق في هذا الموضوع أكثر بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، نطلع فاصل قصير ثم نتابع فقراتنا لهذا الصباح. ابقوا معنا.